السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. هذا الفيديو اللي راح تلاقوه هو عبارة عن روم سويناه امبارح وكان جايزة نشدات، فقلنا انه راح صور الروم احسن ما يكون بس مفتوح والعالم تدخل على المشاهدة عن طريق البث، يتابعوا البث من الموبايل ويلعبوا بموبايل تاني لحتى يكشفوا اماكن بعض. فحبيت اني اسجل الجيم وانشر لكم اياه، بكون احسن. فالشخصين الفائزين، طبعا كان في شخصين تانيين يعني شفت لعبون، هن اكثر الناس اللي كانوا عم بيواجهوا، فكنت بتمنى انه هن يوصلوا للنهايه وياخذوا شداد، بس للاسف الشديد اخر شيء ماتوا بنص الجيم. واللي وصلوا لاخر الجيم طبعا هذول كانوا مكبرين، قلنا انه الجائزه راح يكون لثلاث سكوادات اللي راح تجيب مرتبه الاولى، السكواد الاول والثاني والثالث على حسب الكيلات. فطبعا سكواد كان مقضيها كم مباراه، وسكواد الفائز طبعا هذول كانوا مكبرين، بس اما السكواد الفائز هن اللي راح ياخذوا الجائزه لانه المواجهه كان بين ثلاث سكوادات ومكبرين. فاعذروني على هذا الشيء لانه انا طلبت من المتابع منكم انكم تلعبوا مواجهات، انزلوا حاويات، انزلوا محل المواجهه، مو واحد ينزل لي ميلتا باور والتاني ما اعرف وين ينزل يشيل سلاحه وبعدين يجي بكل ماضي العالم. فحصل خير بهذا الروم، وان شاء الله بكره وبعد بكره راح نسوي روم ثاني، وكمان راح يكون دو، كمان راح يكون في جوائز. فبتمنى يعجبكم هذا الشيء، ولا حدا يسالني عن صلاتي لانه هي تضامن مع ابن سوريا، وتحياتي لابن سوريا الغالي. ف شكرا لكم، وهلا بترككم مع الفيديو مشاهده ممتعه، والسلام عليكم. نسيت اقول لكم، الشاب الفائز واحد تواصل معي حكيت معه، فالشاب الثاني اسمه سنايبر كرد، يمكن سنايبر كرد. اذا شفت الفيديو بتمنى انك تتواصل معي على الانستغرام، راح تلاقي رابط الانستغرامي بصندوق الوصف، تواصل معي على الانستغرام لحتى تحصل على الشدات. وبفيديو بكره راح احط لكم الاي دي تبع الشباب لحتى تتواصلوا معهم، واذا تسالون اذا اخذوا شدات ولا لا. فسنايبر كرد بتمنى انك تتواصل معي لحتى تاخذ شداتك. ودوشكا اليوم انا بس اتواصل معي الشاب راح اعبي لك شدات لك وله مع بعض. فهلا بترككم مع الفيديو مشاهدة ممتعة، والسلام عليكم. تيم 50 نزل، هذا تيم 50 خلينا نشوف. حلو حلو، هلا المعمعة بتصير هون، المعمعة هلا هون 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 هون. خلينا بس نتابع هذا، نشوف هذا اللعبة اول شي. 24 انا لله وانا اليه لراجعون. مين هذا؟ قلتوا عن الزلمة هاكر هاكر لحتى موتوه. هذا وين؟ نزل نوك. هذا من جماعة يوتيوب. خلينا نشوف الشباب هون شو عم بيساووا. طيب هذا رقم 34 لحاله ولا شلون؟ هذا حاليا هون ما في مواجهة، خلينا نروح على بوشينكي. لا ولو رومان مات،
اعطيهم 15 بوشنكي. ما في غير تيمين الشيار وراندي موجودين. احلى شي هدول 23. شو عم تسوون حبايبي؟ ستة وثلاثين، خلينا نروح 36. شالوا بعض هدول هون، ما ضل حدا. بقي لنا هدول الجوز تي ان تي. الشب ايش قد عنده؟ خمسة كيل. هلا اجوهم سكواد تاني، سكواد 40 يمكن. هيك بينابار وخالد وهدول مين؟ زكريا وخالد. لا 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 سربان مصطفى. تفنيش فورا. خالصين. هذول وين؟ يا ما شاء الله. ليش مكمرين؟ الو، الوضع ما بيطمن مع الشباب هون. زاد أولف، من انتم؟ مش لو ميت 48. شو عم بتساوي هون بربكم؟ شو عم بتساوي هون؟ ربك انت وياه شو عم تساوي هون؟ كل النوبية بقيانين اهو كلهم. ليك جماعة الكمبرة ما في غير هدول اتنين كانوا يواجهوا بالحاويات. السكواد اللي عم يواجهون اي رقم وين هنن؟ 49.
دوروا عليه. دي هون شو صار فيه؟ ليك هذا واحد مكمبر هون، انت طالع من هون حجي؟ من انتم؟ والله حرام. امتى بتطلعوا من هون انتو حجي؟ يعني امتى ناويين تطلعوا ان شاء الله؟ برباك انت وين؟ يا بدك تضرب سموك هون؟ شو ذكي. باتشي هذا فاصل شكله ولا شو؟ ما بعرف. شو هاللعب بربكم؟ مالكم قاتلين حدا يعني؟ شو عم تساووا؟ شو عم تحاولوا تساووا؟ هذول جماعة سكول عدد كيلاتهم حلوة والله. شو عم تساوي؟ تمرين الشباب كم برا غير شكل. باندا يوتيوب، باندا يوتيوب شو عم تسوي حبيبي هون؟ تيجر يوتيوب ديك ليك ليك الكاميرا. سكواد تاني كمان اجي له عنده.
إنكم أبطأ. ها صرتوا بالنص. شو عم تحاول تسوي أنت؟ الرمانة في الأحضان. أي الشاب الثاني وينه؟ هذا كان عنده عدد كيلات حلو. والله عطاك واحدة وانت بالسيارة. مين هدول التيم 23؟ سكوربيون محمد رمضان. ما عندكم كيلات؟ كان اسمه هذا نسيت. والله بيلعب الشاب. اللي على الجسر شو صار فيكم؟ معلقين لا عم بيواجهوا ولا شي. شو عم تسوي انت هون حجي؟ جماعة يوتيوب كيف هيك مكبرين يا جماعة؟ ليش 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 ليش؟ انت هذاك 49. شكلك راح تاكل من حيث لا تدري. لا 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 حرام والله حرام. ليك 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 طيب بربكم يعني هاي اللعبة يعني هذا 18 شو عم بتسوي؟ طيب ليك سكواد يوتيوب والله حرام يعني بربي ما بعرف ليك. والله حرام هذاك الشاب يموت. شو كان اسمه؟ ما عاد يطلع اسمه. ابو 8 كيل. هو كان عنده 8 كيل.
هذا بيكتب الاوبن. طيب شو هاد مثلا؟ يعني ما ضل حدا على الجسر كمان حبيبي، كلهم راحوا، يعني طعمك حاجة والناس راجعة. حالة قتل عندهم صفر. ليك ليك كمبرة غير شكل والله، مليانة كمبرة. اسبحوا انتو، والله الجو بده سباحة، يعني جو خرج سباحة. انا شو قاعدين على شو اسمه نحن على البحر. في هذا سيبو ورامو، ليش يعني مكمبرين ومكمبرين؟ ليش تجيبوا البلوى على راسكم؟ راموا اكلوا كم طلقة بالمعايير؟ التانيين كلهم ما يعني صراحة ما حدا عنده مواجهة غير هذاك. هذا يا باجي عم يمشي شو اسمه البرية، اللي بيطلع قدامه بيقتله. قنبلتك عندك يا استاذ يا ابو القنابل. فجر حالك انت كمان. سموك كلها جماعة الكاميرا، يعني مبينة. خلاص
وضحت الأمور. لا ضل المواجهة بين جماعة الكامبرا. والله حرام والله. هيك سكواد هون سكواد هنيك سكواد هنيك، كل واحد مكمبر بالديرة. يعني لأيمتى لأيمتى الشباب؟ حلو، بكيسي ضد بكيسي. ضروب بار ايه ليك هلا راح يمشي الزون، بقيان كم ثانية للزون، راح يمشي مشي وكم ثانية راح تموتوا بالزون يعني. ربي لو هاجمين وطاحشين من البداية كان أحسن. هيا اخرت الكمبرة.
تضرب ولا انتهت المباراة.